76 مرة مرق يوم 22 تشرين الثاني على لبنان، وبعد السياسة رئاسات مش خدمة، وبعد الأحلام مطامع مش عمران، وبعدن الكبار ناسيين الصغار، وكتروا اللي عم يحلموا بالفرج، والفرج بعده بعيد عن العيون. 76 سنة عمر ختيار، عاش مدة طويلة، عرف المرض والعجز والحاجة للآخرين، نسيوا أهله، استخفوا فيه الغربة، وصار هالختيار بمأوى العجزة ناطر يطلوا على أولاده ويتذكروا فضله، يشوفوا خاطره ويرفعوا له راسه بين الناس. 76 سنة واستقلالنا نشيد وطني وعسكر مشكور وخطابات بتوصل للتم وللدينين، بس مش من القلب للقلب. يا رب صون بلادي من مرور الزمن، فهمنا المعنى الحقيقي للاستقلال، أعطينا حكام يعرفوك إنه أنت مصدر العطايا، أنت بركة العمر وضمانة الوجود. ساعتها بيقدروا يحكموا بالعدل ويمشوا درب القيادة بحرية، ويدلوا شعبهم على طريق التقدم والحضارة. صيرنا شعب بالفعل مندور إلك، شعب بيرفع راسه حتى يسبحك، وبيركع حتى يقلك أنت القدوس، شعب بينطر منك كفاية كل يوم من الخبز والنعمة. ساعتها بين الحكام اللي بيعرفوك والشعب يلي بيسجد لك، بصير لبنان واحد أمان وهنا، وبصير الاستقلال العجوز اللي عمره 76 سنة مدرسة حكمة ومرجع ثقة. بصير الوطن أماني ما بيغلى كرمالها غالي وما بيعلى على مقامها مقام، وبصير الوطن من أهل البيت، من جلد الجسم، من دم القلب، وبتصير الطرقات ملقى الأحبة وساحة فرح. ما ينعد عليك استقلالك يا وطني، ونحن هيك حكام وشعب بعد ما بيعرفوك. بصلي نتعرف عليك يا وطني بالفعل. آمين.